السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم معانا في فيديو جديد. معكم كالعادة أحمد أسامة، واليوم إن شاء الله يعتبر من الفيديوهات المهمة جدا اللي هنناقش فيه فرص كتيرة إن شاء الله، سواء حركة المؤشر العام أو تحديث لبعض الأسهم وبعض الفرص الموجودة معانا خلال الفيديو ده إن شاء الله. في البداية حابب أفكركم هتلاقوا لينك قناة تليجرام ولينك أكونت تويتر موجودين في أول كومنت لو حابين تتابعونا بشكل مستمر. طيب، المؤشر العام جاء اغلاقه اليوم حول مستويات ال 8660 تقريبا، هل في جديد بالنسبه للمؤشر العام؟ الى الان لا، الى الان ما زلنا داخل نفس النطاق اللي بنتكلم عليه، اللي متابعنا بشكل مستمر هيفتكر ان احنا كنا اخر حاجه اتكلمنا عليها كان مستوى ال 8633، لما نوهنا ان احنا ما دمنا بنتداول اعلى مستوى ال 8630 فاحنا نعتبر الى الان في الجانب الايجابي، تعتبر الى الان اهدافنا ثابته اللي هي مستوى ال 8707 كهدف اول ان شاء الله، ثم المستوى الثاني او الهدف النهائي حول مستوى ال 8751، واتكلمنا ان احنا مش هنقدر نحدد اي اهداف جديده او نحدد اي سيناريوهات جديده غير في حاله الوصول للاهداف دي. حاليا ايه اللي حصل؟ تم اعاده اختبار نفس المستوى للمره الثالثه او الرابعه اللي هو مستوى ال 8633، ثم بدأنا في عملية صعود وصلت قمتها اليوم حتى مستوى ال 8700، ثم حصل هبوط مع نهاية الجلسة حتى مستوى ال 8660. طيب، هل اللي حصل ده يعتبر مقلق أو إشارة على إن هيحصل انعكاس أو كسر مستوى ال 8630؟ إلى الآن لأ. ليه؟ لأن إحنا لما نرجع للفاصل الزمني لل 15 دقيقة هنلاحظ شيء مهم جدا في حركة المؤشر العام للسوق السعودي. إيه هو؟ إن إلى الآن ما زلنا ملتزمين بالاتجاه الصاعد، ما زلنا بنكون قمة ثم قمة أعلى منها ثم أعلى ثم أعلى ثم أعلى، وما زلنا بنكون قاع ثم قاع أعلى 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 ثم قاع اليوم إلا أيضا يعتبر أعلى. إذا إحنا على مدى زمني قصير إحنا ما زلنا في عملية مارك أب، جايز تكون العملية نوعا ما بطيئة خلال الفترة الأخيرة، جايز تكون خدنا وقت على ما اقتربنا من الأهداف، لكن إذا الآن إحنا ما زلنا في نفس السيناريو، ما زلنا في نفس الرينج أو النطاق العرضي اللي ملتزمين به خلال الفترة الحالية اللي هو قلنا ما دمنا أعلى 8630، إذا إحنا في الجانب الإيجابي، زي ما كنا هنا مثلا لما كنا أسفل 8630 وأعلى 8586 كنا بنقول إن إحنا ما دمنا أعلى 8586 في النطاق الإيجابي، إحنا خرجنا من النطاق ده، دخلنا في نطاق عرضي جديد الفترة الأخيرة، لم نصل إلى الأهداف بعد، لكن الحركة ما زالت إيجابية بشكل كبير. إذا ده بالنسبة للمؤشر العام. تعالوا بقى نروح لبعض الأسهم اللي موجودة معانا، ونبدأ بسهم جبل عمر اللي كنا متابعينه خلال الفترة الأخيرة، اللي منكم متابع معانا بشكل مستمر، فإحنا كنا نوهنا قبل كده لتكوين مراكز شرائية على سهم جبل عمر بعد ما عمل فيك بريك أوت لمستوى ال 3057 وحقق القاع عند ال 3012، ثم بدأ في الصعود وتخطى ال 3057، نوهنا للشراء. وقتها وصلنا ل 32.25، وفي اخر فيديو للرد على الطلبات اتكلمنا ان احنا في احتماليه كبيره ان يحصل اعاده اختبار او ريتست لنفس مناطق الشراء من ال 30.57 لل 31.47، وده اللي حصل بالفعل خلال الجلسات او الجلستين الاخيرتين، وصلنا لنفس المستويات الشرائيه مره اخرى، لكن مع اغلاق او مع اخر شمعه في جلسه اليوم شفنا شمعه ابتلاعيه صعبه ممتازه جدا من نفس مناطق الشراء، وده بيتيح لنا فرصه جديده على سهم جبل عمر ان شاء الله خلال الايام القادمه لتكوين مراكز شرائيه جديده. هنحافظ على نفس الوقف اسفل قاع الفيك بريك اوت حول مستوى 30.15 ونفس استهدافاتنا الممتده حتى مستويات ال 34.71، قبل كده اتحركنا بصوره ايجابيه لمستوى 32.20 لكن لم نصل الى الهدف، فبالتالي احنا ما زال عندنا نفس الاهداف ان شاء الله. طيب، بعد كده عندنا سهم من جلف للتأمين، أيضا من جلف للتأمين تابعناه الفترة الأخيرة لما اتكلمنا إن احنا بنتداول في قناة سعرية صاعدة خلال الفترة الأخيرة منذ شهر أكتوبر تقريبا، وفي نفس الوقت بنواجه الترند الهابط، ونوهنا إن احنا ممكن يحصل ريتست لمنطقة أو للحد السفلي للقناة السعرية الصاعدة، وده اللي حصل بالفعل. احنا وقتها كنا عند 22.76، هبطنا خلال جلسة اليوم لل 22.20 تقريبا، اضطربنا جدا من الحد السفلي، ونفس اللي حصل لسهم جبل عمر، شمعة ابتلاعية صاعدة ممتازة مع نهاية الجلسة بتتيح لنا فرصة لتكوين مراكز شرائية من جديد خلال الفترة القادمة. طيب، استهدافاتنا فين؟ استهدافاتنا إن شاء الله مستوى 23.24، ده هيكون الاستهداف بتاعنا، مش هنستهدف ال 23.83 لأن هو يعتبر أعلى من الترند
الهابط طبعا لو اخترقنا التريند ده هيكون لنا كلام تاني على السماء وهيكون لنا اهداف اكبر بكتير، فبشكل مبدئي هيكون هدفنا حول مستويات ال 23.24. نيجي بقى لوقف الخساره المهمه جدا. في الفتره الاخيره احنا عندنا القاعده اللي هو ال 22 ال 22 24 تقريبا، والقاع ال 21 99. انا في وجهه نظري ال 21 99 يعتبر افضل بكتير كوقف خساره من ال 22 28، يعتبر قاع فرعي مهم جدا، فبالتالي هنحافظ على وقف الخساره حول مستوى ال 21.96 ان شاء الله. ده بالنسبه لمتجلف للتامين. نروح بعد كده لسهم زجاج، واللي بتيجي استفسارات عليه كتير جدا في الفتره الاخيره، هل هو او هل المناطق الحاليه تعتبر مناطق شرائيه بالنسبه لسهم زجاج؟ انا في وجهه نظري الشخصيه لا. ليه؟ لان سهم زجاج في الفتره الاخيره كون لنا نموذج كده شولدرز، عندنا ادي الهيد والكتف الايسر والايمن، ثم تم اختراق خط العنق، وبالتالي بقى عندنا هدف قد المسافه ما بين خط العنق والراس المتكونه حول مستوى 29 24، وده يودينا الاهداف حول مستوى ال 24 94 لم نصل اليها حتى الان، فبالتالي ما زالت مناطق الشراء بالنسبه لزجاج او ما زالت اهدافه الهابطه لم نصل اليها، فبالتالي في وجهه نظر شخصيه مفيش اي مناطق حاليه نقدر نستغلها في تكوين مراكز شرائيه على سهم زجاج. عندنا ايضا سهم اتحاد الاتصالات اللي بيتداول في الفتره الاخيره في نموذج مستطيل زي ما شايفين منذ شهر نوفمبر تقريبا. دايما نموذج المستطيل بيكون نموذج ممتاز جدا عشان نقدر نستغله في الشراء دايما من الحد السفلي لمناطق الحد السفلي عفوا للنموذج المستطيل، فبالتالي احنا حاليا نعتبر عند الحد السفلي، تعتبر فرصه مميزه. وكمان بما ان احنا الاتجاه السابق لنموذج المستطيل اللي هو معروف انه من النماذج الاستمراريه، فده بيدينا الفرصه اصلا ان احنا يكون عندنا اهداف اكبر من كده، او ان الاختراق يكون في الجانب العلوي، لان دايما المستطيل لما بيكون قبله اتجاه صاعد ففي معظم الاوقات بيكون الاختراق الى الاعلى، لما بيكون قبله اتجاه هابط فمعظم الاوقات بيكون عنده اختراق الى الاسفل. فده بالنسبه لسهم اتحاد الاتصالات اللي هو متوقع ليه الوصول لمستويات ان شاء الله او استهداف مستويات ال 29.57 ثم مستويات ال 30.20. نروح لاخر سهم معانا خلال جلسه اليوم وهو سهم جازاتكو. للاسف جازاتكو حصل عليه حركه غريبه جدا، احنا كنا متوقعين الصعود من الدعم اللي هو مستويات ال 17.14، سرعان ما عاد للاسف وكسر السهم وانهى السيناريو، عاد مره اخرى اي نعم اعلى الدعم، لكن انا محتاج ان انا اشوف تداولاته خلال جلسه الغد هتكون عامله ازاي عشان اقدر احدد السيناريو القادم ليه. يعني حاليا بالرغم من العوده مره اخرى اعلى الدعم الى ان ده ما يعتبرش كافي، لازم اشوف التداول اعلى الدعم هيكون عامل ازاي مع جلسه الغد، ما اقدرش اعتبر اوتوماتيك ان ده فيك بريك اوت، ده جائز جدا ان هو يكون مجرد ريتست لمستويات الدعم اللي اتكسرت او لمناطق اللي اتحولت للفليب زون ويستكمل عمليه الاتجاه الصاعد. اذا جازاتكو انتهى السيناريو للاسف، هنتابعه خلال الفتره القادمه ان شاء الله ونقول اهم الفرص الموجوده معانا عليه. ده كان تحليل اهم الفرص الموجوده معانا بالاضافه لتحديث المؤشر العام. بعتذر لو كنت بتكلم بسرعه، كان معانا اكتر من سهم كنا عاوزين نلقي نظره عليهم جميعا. هيكون معانا فيديوهات تانية فيها تحليل لبعض الاسهم والرد على بعض الطلبات. ما تنسوش زي ما قلنا تتابعونا على قناه التليجرام اللي هتلاقوها موجوده في اول كومنت. كان مع حضراتكم احمد اسامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.